تناول صناع السينما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالعديد من الأفلام. المخرج راني ساعر بعود بفيلمه سابينا لا يحكي لنا تفاصيل خطف طائرة الركاب سابينا في أيار 1972 على يد منظمة أيلول الأسود. الممثل جورج اسكندر بيلعب دور قائد العملية علي طه أبو سنيني، وكان تعرض جورج لهجوم إعلامي بعد تصريحاته بعد عرض الفيلم في القدس. كل التفاصيل رح نسمعها من جورج. مرحبا جورج. أهلا شادي، يا هلا، نرحب فيك معنا. أهلين. دور كبير وفيلم كبير، والفيلم رح يعرض قريبا جدا عبر القناة الثانية، مزبوط جورج؟ صح، الفيلم رح يبث بثماني الشهر 8 أيلول، بعد طبعا بعد نشرة الأخبار بالليل بالقناة الثانية. بالقناة الثانية صح. تلعب دور حلو بهالفيلم، هل ترددت قبل ما توافق على بطولة هالفيلم، ولا قلت بالعكس اجتني الفرصة لأبرز مواهبي؟ هو عمليا تعال نقول الجملة الثانية اللي قلتها أنت. تخوفات طبعا كان فيه، ولكن كان في قرار واضح إنه أنا عمليا كثير معني أعمل الدور هذا، وأخذت القرار الصح حسب رأيي. طبعا قدرت إنه بعد ما قريت السيناريو وفهمت النص وفهمت خط الشخصية بالفيلم، فحسيت إنه في مجال إنه بالفعل أجيب الشخصية اللي أنا كممثل شايفها. طبعا أنت بما إنك أنت شاهدت الفيلم، وراح أخلي الناس تقرر لحالها بعد ما نشاهد. أنا جورج بعرف إنه قدرت أنجح أجيب شخصية علي طه أبو سنين الحقيقية، اللي طبعا بعض مش معني يشوفها، ولكن بعض في فئة من الناس اللي هي عمليا معنية تشوف من علي طه. حسب رأيي كفنان قدرت أجيب الشخصية مع كل تركيبتها ومع كل صعوبتها. وكيف حضرت حالك للدور جورج؟ عدت لأفلام قديمة، تحدثت عن هالعملية ولا كيف؟ صراحة يعني وقت ما حاولت إنه أعمل بحث عن شخصية علي طه أبو سنين، إن كان بالإنترنت ولا بالكتب، ولا على الأغلب بالإنترنت كان البحث كلياته، ما قدرتش وما نجحتش إنه ألاقي كتير معلومات تفاصيل علي طه أبو سنين. السبب ما بعرف إيش هو، ما نجحتش إنه تعرف إنه أجمع مادة عن علي طه أبو سنين. أنت ما كنتش خلقان ب72 صح لما صارت العملية؟ لا لا. أنا خلقت ب79. أنت بستندت يعني على الأحداث اللي جات بالسيناريو بسيناريو الفيلم، ولا كيف شو عملت بالضبط؟ هو عمليا كان استنادا أكثر على قصة الفيلم نفسه، وقدرت أحلل الشخصية أو أفهم الشخصية مع شوية البحث اللي عملته يعني، ومع شوية الباك جراوند اللي أخذته عن الفترة الزمنية هاي، قدرت من خلال النص نفسه طبعا أحاول أفهم مبادئه والأيديولوجية تبعت علي طه أبو سنين. ليش عمل هيك؟ شو كان الخلفية يعني اللي خلته يخطف طيارة؟ طبعا هو السبب واضح يعني، علي طه أبو سنين كان هدفه واحد ووحيد إنه يخطف الطائرة. بالفيلم كمان واضح إنه علي طه أبو سنين ما كانش في عنده نية فجر الطيارة، وهذا الإشي كمان بنقال بالفيلم نفسه من علي طه أبو سنين ومن بسام أبو شريف اللي بحكي، اللي كان صديقه وزميله علي طه بنفس الفترة. وبسام أبو شريف على سبيل المثال وقال إنه أنا كيف عرفت علي طه وكيف كنت أعرف علي طه أبو سنين، أنا متأكد إن علي طه أبو سنين مش ما كانش راح يفجر الطيارة كلياتها. عن جد يعني ما كان في له هدف علي طه إنه يقتل الناس من خلال الأعمال هاي كلياتها اللي عملها، اختطاف الطائرات كان هدفه إنه يحرر سجناء فلسطينيين موجودين بالسجون الإسرائيلية. أكيد. الفيلم بيدمج بين الوثائقي والروائي، يعني في شهادات حية بنسمعها من بعض الناس اللي كانوا مشاركين في هالعملية، إسرائيليين وفلسطينيين. ليش المخرج برأيك راح على هذا الاتجاه؟ لأنه أنا حسب رأيي المخرج حب يجيب الحقيقة معي يعني من الطرفين من الشقين يعني، هو ما بده كان يعني أي نعم الفيلم هو عمليا مصور ومروي من خلال وجهة النظر الإسرائيلية، من خلال وجهة النظر الإسرائيلية، لأنه كمان هو إنتاج إسرائيلي من ناس ننسى هاي الشغلة بس. ولكن بالعكس أنا حسب رأيي كتير بقدر اختيار المنتجين وكل واحد وقف ورا هذا العمل، إنه كمان يروا النراتيف الفلسطيني، يجيبوا كمان وجهة النظر الفلسطينية على القصة هاي كلياتها. وهذا كمان إحدى الأشياء يعني اللي خلتني أنا بالفعل أقدر أشرك بالفيلم، لأنه مش إشي هوين، مش قرار هوين ممثل إنه يشترك بهيك أعمال سياسية، خاصة بهاي الفترات، فترة هي كتير صعبة علينا جميعا. ولكن بما إنه قرروا وأخذوا قرار إنه عمليا بدين يروا النراتيف الفلسطيني والإسرائيلي، فهذا الإشي ساعدني
انه اخذ قرار ايجابي وانه يتم وانه تشارك. عمليات خطف الطائرات قدموها بالعديد من الافلام الاسرائيليه وكمان الامريكانيه، منها منتذكر مفتزع يوناتان، قوه الدلتا، نصر في انتيبي. هل المعالجه في فيلم سابينا مختلفه عن اللي شفناه بهالافلام؟ يعني المحرك عند المختطفين، عند خاطفي الطائرات، يعني بالقصة هاي نشر وعي العالم كل توعية العالم كلياتها انه في قضية فلسطينية لازم تهتموا لها بالضبط، على البروباغندا الفلسطينية. بباقي الافلام اللي يعني حكيت عنها ما كان هذا الاشي ظاهر برأيك؟ يعني هو عمليا ما احترتش كتير افلام عن اختطاف طائرات، بس هون بالدولة هاي ولا مرة نعمل بعده فيلم بهاي الضخامة بهاي الزخامة. نعم، بالعرض الاحتفال اللي كان في القدس كان في اهتمام كبير فيك جورج، مزبوط؟ بسطت بهالاهتمام؟ يعني كل الاضواء تسلطت عليك بهالليلة. يعني هو عمليا اللي متابع اخبار الفيلم، متابع اخباري انا كفنان بعد الفيلم هذا، يعني كان في شوية ضجة، كان في ناس اللي حاولوا تعرف يضايقوا، كان في كمان صحف حتى اللي حاولت انه تحط لي اجر او حاولت انه ترسمني او تصورني او تطلعني او تكشفني بالصحف كلها بطريقة مش حلوة، رغم انه انا عمليا مش عارف اليوم بعد، مش قادر افهم انه عمليا شو الجواب، ايش كان الغلط جوابي انا. كتير مهم لإلي كمان إنه أوضح نقطة، الصحف اللي هاجمتني للأسف ما بثت اللقاء كلاته اللي كان معي. أنا كنت حاضر، أنا كنت يعني جوابي كان هو واحد ووحيد لكل الصحف اللي كانت موجودة غاد بالبريميرا. أنا الشخصية، أنت تحدثت عن الشخصية وهني أخذوا بس لقطة منها، مظبوط؟ كان ببرنامج جاي بينيس. نعم، مش غلطان. يعني جاي بينيس على سبيل المثال إنه هن أخذوا اختاروا السينك اللي بدنياته وبسوا، يعني رغم إنه أنا قلت كتير إشياء تاني غاد مسالمي. بس أنت بتعرف جورج، هيك دائما الإعلام بدور على الأشياء المثيرة عشان الناس تشوف وتتابع وتدخل على الموقع ويزيد عدد المشاهدات. طبعا أكيد متفقين عليها، بس أنا برجع بقول بدي أستغل هاي اللحظة إسا أنا معكم، يا أقول إنه عمي إنه أنا قلت كتير إشياء، إنه أنا كوني كفنان وقد ما أنا بدي أجي أشتغل على شخصية، يعني أول إشي أنا مش سياسي، أنا مش رجل سياسي، أنا فنان، فإذا ما طلب مني إنه أعمل دور علي طه، اثنين يمكن كمان بالمستقبل ينطلب مني أعمل دور أنا عارف محارب من البلماح ولا من كل الإكسل، كل الأندرغراوند منظمات اليهودية عملوا كتير اشياء كمان هون، وعملوا مجازر الكل بيعرف فيها اليوم. فانا فنان وقت ما بدي اجي اعمل دور من الشكل ما بقدرش اجي احكم على الدور، لانه ده غلط انه اجي احكم على الدور. ما بقدرش اجي اقول مثلا انه علي طه ابو سنيني كان ارهابي، لانه غلط لي باللحظه انا بدي احكم على الدور بقول مثلا علي طه ابو سنيني كان ارهابي، فخلص فيش عندي انا عمليا شو اعمل، فيش عندي كممثل شو امثل، ولكن بدي اجي اقول مثلا محارب فعندي أكتر، لأنه إنسان محارب وعمليا يعني إنسان صاحب مبادئ، صاحب أيديولوجية معينة، بني آدم عم بحارب على قضية معينة. فأنا لإلي كفنان مفضل لإلي أن أقول مثل المحارب، لأنه بيعطيني أكتر كمان، بيعطيني السيرورة عمليا على الشخص، على الشخصية نفسها، هي بتصبح أكتر مثيرة. جورج، هذا مش أول فيلم بتشارك فيه، بس نجاحه والضجة الإعلامية اللي رافقته برأيك راح يخلي المخرجين ينتبهوا لموهبتك؟ راح العروض تنهال عليك بعد هالفيلم؟ يعني الصراحة بتأمل إنه وأنا مآمن، في عندي إيمان إنه هذا الدور راح يفتح لي بواب كتير، وبلشت كتير بواب، يعني في بواب، في عروض يعني جديدة بعد الدور هذا؟ في اقتراحات لأعمال جديدة سينمائية مسرحية تلفزيونية. طبعا بهاي المرحلة ما بحبش أحكي عليها وبقدرش أحكي عليها، لأنه عن جد بعدها بداية بكير بعدها. طب نحكي عن المسرح جورج، أنت آخر مرة حكينا معك كان العام الماضي، وقتها ربحت جائزة أفضل ممثل من مهرجان المسرح، مزبوط؟ بعكا في أعمال جديدة بالمسرح ولا كيف؟ فكرة سنة 2014 بس أخذ جائزة أفضل ممثل على دور سليم مهرجان عكا، وأخذ كمان جائزة القنفذ الذهبي على دور أحمد رامي الشاعر، أحمد رامي بالمسرحية الغنائية لإنتاج مسرح يافا، أخذ على دور أحمد رامي جائزة القنفذ الذهبي. فكانت سنة 2014 ما شاء الله سنة جوائز سنة جوائز مرموقة، و 2015 سنة الضجة الإعلامية ولا شو؟ 2015 شايف لك إنه ما سنة الهجوم، سنة الهجوم بعد ما تحلينا أجل كيبول أجل الهجوم علينا. ولكن هاي كمان حسب رأيي كمان مش عاطل، يعني كلياتها هاي الضجة اللي صارت حسب رأيي إنه خدمتني كمان. جورج اسكندر، انبسطنا بالحديث معك زي دائما، الى اللقاء. يا هلا عزيزي، نهارك سعيد، شكرا. باي باي. الى اللقاء، باي باي. مع هاللقاء بنختم فن فنانين اليوم، لكم مني دائما شادي بلان احلى التحيات، الى اللقاء.